وقسنطينة جنوبي سكيكدا قادرا على استيعاب التوافد الكبير للفلاحين والتجار والمنتجات الفلاحية التي تخرج من مزارع ابن والبان وسيدي مزغيش. رانا فلاحين هنا، كاين فلاحين، كاين تجار، كاين الخير المنتوج وافر، كلش كاين. اخويا البلاصه اللي فينا نبيعوا راهي ما عندناش، رانا في الطريق في ريسك. ها جاي شغل في الطريق، واش احنا شغل نطالبوا بمرشي كما يقولوا الطرحه هذه تاع مول الدار هذه، شغل يوسعوا فيها، يوسعوا لنا فيها، نعودوا نبيعوا فيها هنا نورمال على العام. عندنا فول، عندنا جلبانه، قرنون، تشوم. في ظروف صعبة للغاية يزاول هؤلاء عملهم وسط مضايقات كبيرة من المصالح الأمنية ومستعملي الطريق، ومطلبهم توفير فضاء أوسع يسمح بتسويق المنتوج من الفلاح إلى المستهلك مباشرة. صاري راهي فرضت روحها هذه، ما يغيروا أي بلاصة، هذه هي المنطقة الصالحة، وشوية نديروا جيو ضيقة، كاين اللي تساع هنا وشوية ما كاش نظام شوية، كون يساعدونا نديروا مرشي هنا ما شاء الله، يعني ما نقول لك دير حسابك 30 كيلو كاري يجيبوا لهنا السلعة، يجيبوا السلعة، بغض النظر عن التجار يجيبوا، تقدر تقول من البويرة وجيب. بالورقله وجيب حتى لهنا الجيج البجايه كامل. وسط الحديث عن اهتمام كبير من السلطات العموميه بالقطاع الفلاحي، واهتمام اكبر بتمكين المستهلك من المنتوج الفلاحي دون المرور على مراحل المضاربه، يتوجب الاستماع لانشغالات هؤلاء الفلاحين والاسراع في تلبيه مطالبهم.